أول مباراة من الجولة السابعة من البطولة الاحترافية إنوية القسم الأول، الفتح الرياضي يستقبل شباب المحمدية. خليكم على الملخص، فرجة ممتعة ونرجعوا لكم. ذكر بأن فريق الفتح الرباطي الذي يستقبل في هذه المواجهة بعد 6 مباريات يحصل على 11 نقطة، وبالتالي ينافس فريق الجيش الملكي اللي هو الآخر عنده 11 نقطة. بالنسبة لفريق شباب المحمدية، الفريق الخصم ديال الفتح الرباطي في هذه المنافسة، ففريق شباب المحمدية يأتي ليكون بعد 6 مباريات ب7 نقاط المواجهة. أعطيت في هذه اللحظات انطلاقة المقابلة، كرة لصالح ناصر فريق شباب المحمدية على مستوى خط الوسط، الانطلاقة الهجومية من الجهة الأخرى، ولكن في آخر مطاف هنالك تدخل ديال أيمن مجيد اللي كيجي كيخرج كرة مباشرة إلى خارج، وهذا هو المطلب الآن من جانب فريق الفتح الرباطي واللاعبين ديالو على مستوى خط الأمامي، في الوقت اللي كنشوفوا أيضا الاندفاع اللي كيجي من عناصر فريق شباب. نناح كيدخل بالكرة ديالو، يحاول يخترق تمريرة الجهة اليسرى، فرصة صويبة، هدف أول للفتح الرباطي، هدف أول في المقابلة في حدود الدقيقة 8. كتجي كرة ملعوبة بشكل ممتاز على مستوى الخطأ الأمامي والاستثمار للعملية الهجومية. نعم، الفتح الرياضي الرباطي كيتمكن من وراء الكرة في المرمى والإعلان عن الهدف الأول في لقاء ديال اليوم، وبالتالي الطريقة اللي جات من خلالها الهجومية هذا البحث على الهدف الثاني، كرة ممتازة وتدخل ديال الحارس في الوقت المناسب. 1-0، 10 دقائق على انطلاقة المقابلة ديال فريق الفتح الرباطي وشباب المحمدية. أنا بمدينة كان كيبحث باش يستلم الكرة الماضية، كرة من القرناص يصاب في اللقطة الماضية والحكم يعلن على مخالفة. تنفذ هذه الكرة أمامية، محاولة رأسية، البحث عن متمم العملية، وفي آخر المطاف إلى خارج الخط الخلفي للملعب. داخل منطقة الجزاء تمريرة جانبية، فرصة وهنالك التغطية من جانب الدفاع، دفاع لكحمدية. كرة في خطأ الأمامي، بحث على تصويبة ومباشرة صوب الحارس، يستفيد من هذه الكرة الحارس أيمن مجيد على الصورة، ولكن واضح لأنه كانت طويلة بعد شيء. كرة في اتجاه حمزة النوري، ولكن الأسرع هو الحارس، اختار الجهة اليسرى، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، بحث على رأسية ممتازة، رأسية جيدة، لأنه الطريقة باش لعبات الكرة كانت تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتمريرة وتصويبة على مستوى الخط الأمامي مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للعزري، عزري جيمس، عزري كيدخل بالكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، هذه تصويبة ولكن هنالك تغطية من الزاوية، زاوية تنفذ داخل منطقة الجزاء، بحث عن متمم للكرة رأسية مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. الحكم استغل واحدة، فريق شباب محمدية لم يتمكن من استغلال الكرة ديالو بشكل في الخط الأمامي، والبحث على كرة تصويبة جيدة، قراص تمريرة على مستوى الخط الأمامي، تصويبة مرة أخرى، تصويبة، يظهر أن واحدة من المحاولات المستمرة داخل منطقة الجزاء، محاولة لصالح فريق شباب المحمدية، كانت فرصة داخل منطقة الجزاء بكل سلاسة بناء العملية الهجومية، وهنا تعود لتكون تصويبة مباشرة صوب الحارس. التحول الهجومي وذا كما يفعل الآن جيمس، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، لكن قبل ذلك هنالك راية مرفوعة معلنة، تلعب هذه الكرة، فرصة سمراوي يلعب كورتو في الخط الأمامي، سقوط داخل منطقة الجزاء، الحكم يقول وصل اللاعب، ليس هنالك أي شيء. حمزة النوري يحاول يستلم، انطلاقة أمامية ومخالفة على مقربة من منطقة الجزاء، تقدم نحو الأمام، تصويبة ممتازة في العارضة الأفقية، واحدة من الكرات الجميلة في مباراة اليوم، المصوب أيوب بوشتا، كورتوت جانب عناصر فريق شباب المحمدية، عملية ديال المرور، كاين تدخل، الحكم كيقول بأن قاسم ارتكب مخالفة، يلعب الكرة ديالو الجهة اليسرى اتجاه مهدي باسل، يحاول ينطلق، الحكم يقول وصل اللاعب، ليس هناك أي شيء. مرور بهذه الشكلة في تمريرة أمامية، سقوط داخل منطقة الجزاء واضح من أحد اللاعبين، ولكن الانطلاقة من جانب أمين عزري أمام جوج اللاعبين، يحاول يمر، الحكم كيشوف بأن هنالك مخالفة، كرة في الخطأ الأمامي لمحاولة، فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، والحكم يعلن عن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح فريق شباب المحمدية. ماذا هناك؟
يتوجه داكي رداد في هذه الأثناء مباشرة صوب شاشة الفار ليصل الفار، وبعد معاينة اللقطة الماضية ومن خلال هذه الحركة، فمن اللي كتكون الحركة ديال الحكم هكذا فكيكون تغيير القرار. فذكر عزري يحافظ على الكرة أمين، اختارها الاتجاه جيمس تمريرة عرضية جانبية، والأقرب هو جميع الانطلاقة والانسلال والدخول داخل منطقة الجزاء من جانب عزري، ولكن في آخر مطاف هنالك تلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء راسية ودخول الحارس، تدخل يتمكن من خلاله من إبعاد الخطر شباب المحمدي، ولكن في آخر مطاف هنالك التغطية من أجل استثمار كرة في الخط الأمامي، هل بإمكان ذلك أن يكون؟ وفي آخر المطاف يظهر على أنه هنالك تعامل افتجاه كريم الكروش، صويبة جميلة صويبة، يعني تلعبات بشكل ممتاز، كرة في الزاوية أو نقولوا في الزاوية، والبحث للاعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، البحث عن متمم العملية كيغيب الخط الامامي، البحث على السرعه في تنفيذ هكذا كرات، ولكن في اخر المطاف النوري ناح المتربطه الصغيره ومحاوله ديال الاختراق والدخول، ولكن في طلع الدفاع وبهاش كان في المكان المناسب كيتمكن تاتي الامكانيه ديال التمرير العرضي والدخول داخل منطقه الجزاء، ولكن كنوع من الحلول من اجل الاندفاع على مستوى الشق الهجومي، محراد صويبه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب، وبالتالي الزاويه كيقول لك الاستماته في اخر المطاف، تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، النخلي كاد ان يحول مسار الكره الماضيه لمرمى فريق الفتح الرياضي الرباطي، ولكن الكره باش كانت في اتجاه المسن، ضاعت له يعاود رجع المسن، ولكن كيرتكب مخالفه وبطاقه. التمريره كانت من مروان فلاح، وهذه فرصه محاوله الحارس في المكان المناسب ايمن مجيد كيتمكن من ايقاف الكره، كره لعناصر فريق شباب المحمديه والاعتماد على الشق الهجومي نادي الباسل، تغطيه دخول من نناح يراوغ داخل منطقه الجزاء ويسدد في الشباك الخارجيه، نناح فعل كل شيء داخل منطقه الجزاء، صوب لكن كورته في الشباك الخارجيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إليكم موعد وتوقيت مباريات دور نصف نهائي من دوري الإفريقي، الأحد 23 أكتوبر 2023 مامولودي صندوز يستقبل الأهلي المصري على الساعة 2 مساء بالتوقيت المغربي، وكذلك يوم الأحد 23 أكتوبر على الساعة 7 مساء الوداد الرياضي يستقبل الترجي الرياضي التونسي، فكونوا في الموعد وحظ موفق للوداد ولباقي الفرق العربية. إخواني إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، تحياتي عبدوجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.